سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. قرر غوستاف فلوبر، وهو روائي فرنسي صاحب المؤلف المشهور مدام بوفاري عام 1857، والتي امتازت بواقعيتها وروعة أسلوبها والتي أثارت قضية الأدب المكشوف، أن يقوم برحلة طويلة حول الشرق، بدأها بزيارته لمصر عام 1849، وسجلت هذه الرحلة في كتابه فلوبر في مصر، وكانت على هيئة رسائل بعث بها الأديب إلى أمه وأصدقائه يخبرهما فيها عن كل ما صادفه هناك. فور وصوله لمصر حلق فلوبر رأسه إسوة بالمصريين الذين أطلقوا عليه لقب أبو شنب، وذلك بسبب شاربه الكثيف. وفي إحدى رسائله لأمه كتب يخبرها: أنا سعيد لأنهم يعتبرونني واحدا منهم، حتى أنهم يطلقون علي لقب أبو شنب. ارتبط فلوبر بعلاقة مع راقصة شهيرة في ذلك الوقت تسمى كوتشوك هانيم، وكان اسمها يعني بالتركية الأميرة الصغيرة أو سيدة الرقص، وكانت من أبرع الراقصات التي أيدن رقصة النحلة الشهيرة. وتقوم فكرة الرقصة على أن نحلة تدخل إلى ملابسها لتبدأ في التعري وخلع ملابسها قطعة قطعة، فيما تحتفظ في الأخير بشال تغطي به نفسها. وقف فلوبير مفتونا أمام جمال وإغراء وحيوية كوتشوك هانيم، حيث كانت بالنسبة له لغزا محيرا تماما كما هو الشرق. يصفها: كانت كائنا طويلا ورائعا، أبيض من النساء العرب، جلدها ناعم وعيناها سود وكبيرتان جدا، حاجبها سود أيضا، أنفها ضيق عريضة الكتفين، ترتدي طربوشا كبيرا مزينا في أعلاه بالذهب، وفي وسط الذهب قطعة حجر خضراء. أما على رقبتها فقد علقت عقدا ثلاثيا مصنوعا من قطع كبيرة من الذهب غير المنقوش. هكذا يصفها فلوبير في لحظة مقابلتها في كتابه فواياج اون ايجيبت. عرف المجتمع الفرنسي والأوروبي الراقصة كوتشوك هانيم من كتابات فلوبير، وتمنوا رؤيتها والتعرف على هذه المرأة التي سلبت لب الأديب الفرنسي وعقله. ولاحقا كتب عنها عدة رسائل ماجستير ودكتوراه باللغات الأجنبية. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.